بهدف دعم وتطوير قطاع الزراعة، دعمت الهيئة الوطنية لترقية الأمن قطاع مدينة بلتين بتمويل المشاريع الزراعية لهذا العام، والتي تم اعتماد 386 مشروع بقيمة أكثر من 72 مليون فرنك سيفا. أشرف على هذه المناسبة الأمين العام بإقليم وادي فيرا بنجامين تريانوبا. بهذه المناسبة تحدث مسؤول مكتب الهيئة الوطنية لترقية الأمل بمدينة بلتين حامد عبد القادر ديار، قال أن الهيئة تأمل من أجل محاربة البطالة ورفاهية المواطنين عبر دعم المشاريع الزراعية. هدفنا الكريدي ده للمزارعين يزيدوا في زراعتهم. السنة فاتت جاي يحرد ممكن هكتار، السنة الجاية ممكن يقدر يسوي هكتارين. على يعني قروش ده كله يزيد أي ما سنة رقم هو انتري كله ما عنده. بدوره الأمين العام بإقليم وادي فيرا بنجامين تريانوبا، بداية شاكرا السلطات العليا بالبلاد عبر الهيئة الوطنية لترقية الأمل على جهودهم المبذولة تجاه قطاع الزراعة، وهذا يترجم سياسة رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس دبي إتنو، والذي يسعى من أجل تحسين الظروف المعيشية مناشدا من المستفيدين التعامل والاستفادة من هذه القروض، كما ناشد من الشيوخ التقليديين مساعدة الهيئة على ضرورة توعية المستفيدين وإرجائها في الوقت المحدد.